واحد من ادوات تصفيه البيانات اللي ظهرت في الاكسل مؤخرا هي السلايسر، واقدر استخدمها بس مع البيفوت تيبل. وهو فكره ان انا يبقى عندي فلتر معروض بشكل مختلف. على سبيل المثال، لو انا عندي كولم تشارت عادي خالص بيعرض لي اجمالي المبيعات as a value، طبعا دي اجمالي المبيعات كليه، تعالوا نقسمها حسب الكانتري، وتعالوا نقسمها كمان مرة، خليها معلش اكس كده، ونقسمها حسب البرودكت. يبقى دي مبيعات دولة بدولة متقسمة حسب المنتجات. انا لو ضفت دلوقتي سلايسر، جوه السلايسر ده وليكن على سبيل المثال تعالوا ناخد الدولة، اصبح عندي قايمة بالدول هنا. دلوقتي ظهر اسامي الدول، مجرد ما اخترت مصر التشارت اللي هنا اختفت كل البيانات وظهرت بس بيانات مصر. طيب مصر وقطر، دوست شيفت واخترت كمان قطر، اصبح عندي، عذرا، دوست كنترول، اصبح عندي مصر وقطر. طيب السعودية فقط، طيب السعودية والكويت، وهكذا اقدر اشوف اكتر من دولة. لو لغيت كل الاختيارات يبقى انا كده بلغي الفلتر، فتظهر كل البيانات مره واحده.